حامد، الأستاذ أيمن، المجموعة المختصة وعبد الله من الإصلاحات، شركة برزنتيشن، الشركة الراعي الأساسي الأول للاتحاد المصري لكرة القدم، هو السلف الأخ العزيز محمد كامل. أنا كرئيس لجنة مصر، جهاز مصر، المفروض أنا جهة موحدة للجميع. عندي بس فضائي وعندي تسويق تجاري. لكن الأساس بالنسبة لي، الراعي الأساسي بالنسبة لي، اللي أنا كنت رئيس لجنة البدء فيه. فبرحب بالجميع، بتمنى للجميع التوفيق. أنا مساند للجميع. كلام واضح. أنا مساند للجميع. محايد مع الكل. المهم عندي الكاس ينجح. المهم عندي ان الاتحاد ينطلق من مرحلة لمرحلة. مصلحة الاتحاد هو مصلحة الاندية. احنا وجودنا في الاتحاد ازاي نهرب من الاتحاد الكوري من خلال راعي محترم سواء تسويق تجاري او بس فضائي، واحنا دورنا لساند كده زي ما قلت لحضراتكم. اتحاد الكوره النهارده النهضه اللي فيه الاستثماريه هي عهد الانديه، واحنا ان شاء الله باذن الله واقفين وقفه قويه وشديده مع الجميع. هنساند في الكل حتى برزنتيشن لو عندها اي ظروف خاصه احنا مساندين ليها بشكل اساسي. وبتمنى للجميع التوفيق ان شاء الله وتحت امركم اي حاجه. شكرا لكم.